انا اشوف انه فنان مصري في اللحظة الآنية انا وانا وانت بنتكلم كده صورته متعلقة في تايم سكوير، وانا بتكلم كده بيحقق اعلى مشاهدات على السوشيال ميديا الاغاني بتاعته. عمليا هو اشهر فنان مصري في العالم، اشهر فنان عربي في العالم. عدى اهو صورته ويجز. فانا ابسط تيجي تقول لي يوسف يعني انت بتفهم الاغاني بتاعته، اقول لك انا عندي 48 سنه، انا رابر قديم بس بالاستماع عشان ما كنتش براب طبعا، لكن انا عندي 48 سنه ويجز بيسمع ولادي وبيسمع جيله. وانا قلت على الهوا الكلام ده قبل كده، يا جماعه هذا الشاب لديه فلسفه في كتابته، الرابر عموما او اللي بيعمل، مضطر اقول تراب، هي طبعا مش تراب بس تراب، المهم يعني هو اللي بيكتب، هو اللي بيوزع، هو اللي بيعمل مزيكا، هو كل حاجه، بيبقى مشروع على بعضه. طيب الفنان الرائع الكبير نقيب الموسيقيين مصطفى كامل زعلان شويه، نقوم احنا نعمل ايه؟ ناخد ويجز على التليفون. ازيك يا ويجز؟ ازي حضرتك يا استاذ، عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله بخير والله الحمد لله. بص يا ويجز، شكرا على الكلام الجميل خالص خالص خالص. اولا ارجوك ما تقوليش حضرتك انا مش ناقص عجز، ابوس ايدك يا اخي الله يخليك. اوكي. اتنين، انا كنت لما كنت قدك كنت نفس القصه، شخص طول الوقت عندي حاجات مختلفه، اوصف بالشغب واوصف بالتمرد وحاجات زي كده، فطول عمري ماليش في الالقاب، فما تحطليش القاب ولا بتاع. يوسف اتفقنا وويجز متفقين؟ اتفقنا يا ويجز. حبيبي يا ويجز، قول لي اولا مبروك على انك انت كنت بتحيي المونديال، ودي حاجه حلوه وكبيره ومهمه للفن العربي والفن المصري بشكل عام. زي ما يقولوا كده بروزه حلوه لكل الفنانين، فالكل يجب ان هو يفتخر بالصوره اللي احنا بنعرضها دلوقتي على الشاشه، صورتك وانت واقف كده في الملعب في المونديال، وحاجه عظمه على عظمه. زي ما الاقي صورتك في تايم سكوير ابقى فرحان جدا 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 الحقيقه، جدا جدا الحقيقه. انا كمان، انا هقول لك على حاجه وهنكمل مناقشتنا. يعني شفت لك مره انترفيو حلو قوي، وكنت بتتكلم فيه، او المذيع كان، لو مذيعه والله ما فاكر، انا شفته على تيك توك بصراحه، شفت بقى انا صغير قد ايه برضه ببص على التيك توك، فشفت على تيك توك وكانوا بيكلموك على الفلوس، فانت حتى قلت انا تمام زمان 50 جنيه في اليوم وتمام، ودلوقتي انا تمام ومش محتاج حاجه زياده، تمام، ولو قلت انا برضه تمام. حتى انت قلت له فهمني انا طول الوقت تمام. فانا وقتها قلت الرضا بس. الله يا حبيبي، الله ينور عليك، الكلمه دي عندي بالدنيا، الله يفتح عليك. قول لي بقى دلوقتي نقيب الموسيقيين زعلان منك ليه يا ويجز؟ او انت مزعل؟ والله انا بصراحه انا حاسس ان مفيش اي زعل، وهو الراجل طلع قال ان مفيش اي زعل. وفعلا يعني حاسس ان الموضوع كله بتبقى بس ناس عايزه يعني تفتعل المشكله عشان تتفرج علينا نتخانق على مع بعض، وما اعرفش بصراحه، بس انا فعلا 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 لحد دلوقتي ما فيش اي مشكله من ناحيتنا ولا اي مشكله. هو قال لنا ايه؟ قال لنا انا بحس ان ويجز بيتكبر علينا وبنقول له تعالى النقابه ما بيجيش. غير صحيح، انا فعلا بقالي شهرين بره مصر. وبس نرجع بس نرجع بالسلامة. احنا فعلا بقالنا فترة كبيرة برة، واشتغلنا في لندن واشتغلنا هنا في قطر ما شاء الله، وبس احنا بقالنا فعلا فترة طويلة قوي برة البلد يعني. طب دي حاجة كويسة جدا، عاملين شغل كويس؟ الحمد لله والله. وفعلا فعلا مبسوط جدا جدا بتمثيلنا برة، ومبسوط ان احنا طلبنا في حاجة بالحجم دوت، ودي مش بس حاجة عشاني انا، كمان حاسس ان هي دفعة كويسة قوي لكل فنان عربي ومصري يحس ان سهل. احنا فعلا بالنسبه لنا مزيكتنا كويسه، وبنعمل حاجه شكلها حلو، وبنعمل حاجه زي ما تقول يعني بتشرف الجيل دوت، وبتطلع الجيل دوت في شكل كويس. وخرجنا بره واشتغلنا، وثلاث ارباع الفريق اللي احنا شغالين بيه بره حتى ما كانش مصري، كله عربي يعني. احنا كلنا مصريين، وحتى الموزع بتاعنا، حتى فريق العمل كامل، ده كان حرصي الشديد يعني الحقيقه، لانه ما فيش حد يعني احسن مننا في شغله. انا بقول ان حتى فريقي، لو هتكلم على موزع، لو هتكلم على حد شغال في الشغل دوت، هو برضه دفع لكل حد تاني يعني طبعا. دفع لكل حد مصري. انا بالنسبه لي كان الموزع كريم لطفي مصري، والمخرج والمنتج علي العربي برضه مصري، ف
فانا حاسس ان هي حاجه كويسه لينا كلنا الحقيقه. طبعا هو مفيش حد يختلف على ده. ويجز انا شفتك كمان بتمثل، والاجل الامانه انا عجبني تمثيلك. على قد كده يعني. لا يا عم ولا على قدك ولا حاجه، انت جامد. طب قول لي انت 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 بتفكر تكمل في قصه التمثيل لقدام، ولا صدفه ما او تجربه من ضمن التجارب بتاعه ويجز، ولا ممكن الحقيقة تتكرر؟ هي كانت تجربه، كانت تجربه، وكنت فعلا زي ما تقول كده بجس نبض، بشوف انا شاطر، بشوف الناس هتتبسط ولا هتتضايق، وردود الافعال كانت ايجابيه، فخلتني فعلا اتحفز، عايز اشتغل تاني في التمثيل، وعايز اعمل حاجه ثانيه، وعايز اعيش شخصيات جديده من الاخر يعني. بس ولكن المناخ بتاع العمل بتاع التمثيل هو اللي فعلا خلاني حاسس ان انا عايز اخوض كمان تجربه، واتعرف على ناس جديده، واتعرف على فريق عمل كمان، وهكذا. طب حلو قوي. طب انا برضو بيجي عندي سؤال، مش عايز اقول رابر، بس هو عموما الرابرز حتى بره بيبقى لهم عمر، يعني ممكن يكون اللي طلع بره العمر لانه بدا يمثل حد زمان من ايام ما كان هيب هوب فراب، حد زي ايس كيوب، وبعدين كمل تمثيل. مش عايز احطك مثل مع سنوب دوج، علشان سنوب دوج اتحبس كتير، فانت ربنا يحفظك يا رب. لكن عمليا سنوب دوج مثل، فبقى في اجيال جديده تعرف سنوب دوج اللي بيمثل مش اللي بيراب. امينيم حاله مختلفه اصلا، لان هو وايت رابر، وده حاجه في حد ذاتها في امريكا كان شيء غريب وقت ما طلع امينيم. بس السؤال بقى، ويجز شايف نفسه هيكمل راب لحد امتى، ولا الراب برضه هيبقى مرحله ويجز هيكمل في مشروع تاني؟ طيب انا عايز اقول لك يوسف، بالنسبه لي مزيكه الراب جزء كويس وانا شاطر فيه، وبحس ان في ناس اشطر مني اكيد فيه، وبس انا بحاول ابقى كرييتيف بشتى الطرق، انا بحاول اخرج من كل قالب حد هيحطني فيه. يعني انت تقول لي انا رابر، انا فعلا رابر واكتر بشويه، يعني اعرف اعمل حاجات تانية هعملها، لو عجبتني نوعية مزيكا جديدة هختبر نفسي عليها، وهشوف برضو اراء الناس ايه فيها، وهشوف اللي اداني تعليق ايجابي ربنا يخليه، اللي اداني تعليق سلبي هحاول اشوف ليه شايف الموضوع وحش وهطوره وهشتغل عليه. فانا حاسس ان انا طول ما انا عايش بتعلم، وطول ما انا عايش بخوض تجربه جديده، فنفسي برضو ما يبقاش الموضوع انا براب بس ولا مش عارف ايه، لا انا عايز عمري كفنان يبقى اطول بشويه، عايز اعمل حاجه كلاسيكيه، عايز اعمل حاجه اخد فيها مزيكا مصري، عايز اخد حاجه من مزيكا نوبي، عايز اخد حاجه من مش عارف ايه كده. فانا هشوف فين ارثي، وهشوف فين حاجتي اللي انا باجي منها، وهبتدي ادرسها، وهبتدي ما اطلعهاش حتى غير لما اكون درست من فيه كفايه ان هي تبقى عجباني انا كشخص. اول ما اطلعها تبقى مش عارف تليق بس بالناس يعني، وتليق بالجمهور. طيب اللي انا هقوله افهمني، انا راجل طول عمري بتكلم من قلبي، وده عامل لي مشاكل كتير. طول عمري يعني. فبص، مره كنا قاعد انا وناس اصحابي، جيلي يعني بتوع المدرسه، اصحابي بتوع المدرسه هم اصحابي لحد النهارده. فقاعدين بنتكلم، فبنتكلم على المزيكا الجديده واولادنا بيسمعوا ايه ومش عارف ايه. فلما جت سيرتك انا قلت لهم نصا، بس فهمني لانه ما كانش فيها تقليل منك لا سمح الله. قلت لهم الواد ده جاي نصا كده، جاي عاوز يغير. ده مش جاي علشان يعمل مزيكا بتاعت اليومين دول والكام حفله وسنه في الثانيه في الثالثه وكل سنة واحنا طيبين، وبعدين هيروح يفتح مشروع مطعم ولا يفتح كافيه وكده رزقت. قلت لهم ده جاي يغير. ده سؤالي ليك، انت زعلت من كلمة واد ولا لا؟ الأول اوعى تقول لا لا ابدا، اوعى. احنا بقى خلاص، لان انا مش قصدي كده خالص يعني. انا انت عارف احنا في كلامنا كده يعني، بس الواد ده الراجل كلام من ده 100 فل. لا طيب. لو زعلت من حاجه زي دي تبقى يعني ابلح. لا 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 لا، العفو 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 العفو، بالعكس. اصل انا بقول لك انا ادعي ان انا قادر افهمك يعني شويتين على قدي. فانت جاي بجد عاوز تغير في المزيكا يا ويجز؟ مظبوط. انا نفسي بصراحه المساحه الابداعيه بتاعتنا احنا كشباب تبقى غير مقيده، انا اعرف اغني واعرف اطلع كل اشكال الحاجات، كل يعني مش عارف، انا اختبر نفسي. انا برضو ما هو انا كل انسان له قدرات مش كده؟ طبعا. انا عايز اشوف اخر قدراتي، وعايز اشوف اخر قدرات كل حد بيغني. انا كمان نفسي اسمع اغنيه حلوه من حد تاني، عايز اسمع اغنيه حلوه من كل حد بيغني في مصر صدقني. ونفسي بس ما يبقاش الموضوع ماشي على اللي هو كتالوج الغنى
وكتاب الغنى واحنا بنمشي على كتاب الغنى، لا ده ما ينفعنيش. انا نفسي اغير كل حاجه، نفسي اشتغل على مزيكا شكلها جديد. بس حلو، ده كلام محترم جدا. انت لسه بره ولا رجعت مصر؟ احنا ان شاء الله هنرجع يعني، خلاص هنتحرك ونلم شنطنا. طيب توصلوا بالسلامه ويجز ان شاء الله. استاذ مصطفى مراهني كان على رهانين، اول رهان قال لي لو كلمت ويجز مش هيدخل معاك على الهوا، فانا كده كسبت اول رهان، فهنقسمه انا وانت الرهان ده. حلو كده، عشان انت كده شريكي خلاص، فانا وانت هنقسم الرهان. مش انتوا بعتوا لنا قلت لنا يا جماعه في رهان فخشوا هناخد نص الرهان؟ هنكسب. ده كان الاتفاق، احنا كسبنا اهو الرهان، ادي كده اول رهان كسبناه في ابو اسم وش. حلو، زي ما هنطلع بقى من سيادة النقيب. حبيبي يا ويجز، حبيبي يا ويجز، ربنا يوفقك يا رب، ربنا يوفقك يا رب. غير يا ويجز وجدد وحدث وهزر والعب، ولو ما عملتش كده يبقى في حاجة غلط. بص يا ويجز، أول مرة حد طلع لابس، بص لابس جاكيت وبنطلون جينز كنت أنا أول واحد مذيع طلع. كانوا زمان يقولنا المذيع ما يربيش دقنه ولا شيء، طلعت بدقني زي ما انا. المذيع يتكلم العربيه الفصحى، طلعت اتكلمت عاميه. المذيع يلبس كرافته، قلعت الكرافته وانا قاعد على الهوا. ما تحطش قدامك حاجه تشربها، دخلت اول كوبايه شاي على الهوا. تبدو حاجات، تبدو توافه، الا انه اظن انها غيرت في شكل عام. مظبوط مظبوط مظبوط. لازم نحضر كل حاجه ونكتب الاسئله ونحنتف ونستف. قلت لهم ما اعرفش، انا اعرف اتكلم باللي في قلبي وبس. فلو انت ما عملتش كده المزيكا ما تتطورش. مظبوط. عيش، انطلق اخويا حبيبي. والله متشكر ليك جدا، وفعلا مبسوط ان احنا معاك النهارده، ومتشكر على المكالمه الجميله. لا يا حبيبي خالص، ربنا يوفقك ويساعدك جدا ويقف معاك وتبقى احسن واحد. وهتبعت لي العنوان وانا هخليهم يدوا لك رقم التليفون. ادوا له رقم تليفوني ارجوكوا، اصل انا هتفشخر على عيالي بقى، اقول لهم انا معايا نمره ويجز. ده انا هعمل عمايل، ربنا يخليهم لك يا رب. يا رب يخليك يا ويجز، اشكرك الف شكر ليك.